وعلى آله وصحبه وذريته السادة الأخيار. أيها الإخوة الأحباب، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب سيد القعقاع بن عمرو بمدينة ومركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم مشاركة بالاحتفال بمولده الكريم من هذه البقعة الطاهرة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة الطيبة. أيها الإخوة الأحباب، وبمشيئة الله تعالى سيكون معنا في هاتين الأمسيتين، إن شاء الله ستكون أمسيتين بمشيئة الله تعالى، وسيكون في الأمسيتين قارئاً فضيلة القارئ الشيخ قارئ الإذاعة والتلفزيون، والذي يشرفنا في العالم الإسلامي بأسره بسفرياته المتعددة، حيث يكثر الطلب عليه في العالم الإسلامي وفي الدول الإسلامية، إنه فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرر. ومعنا من مبتهل الإذاعة والتلفزيون اثنين من الصادقين بالصلاة على النبي الذين يشنفوا آذاننا بابتهالاتهم وبالصلاة على النبي. معنا كروان الإذاعة فضيلة الشيخ محمد علي جابين وفضيلة مولانا الشيخ بلال مختار. وأما من المتحدثين فمعنا متحدثا للأمسية الأولى فضيلة الشيخ ثروة يوسف عطية من علماء الأزهر الشريف، وفي الأمسية الثانية متحدثا فضيلة مولانا الشيخ عبد أبو النور رمضان من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف. أيها الإخوة الأحباب، ودائما نستهل بخير استهلال، فنبدأ بتلاوة قرآنية مباركة من قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عبد الناصر حرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات حج البيت من استطاع
وإليه سبيلا. ومن كفر فإن تعملون.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما الله واحد. حاضر حاضر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الله عليك. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صالح سليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. أيها الإخوة الأحباب، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من قارئ الإعلام فضيلة الشيخ عبد الناصر الحربي في مستهل هذه الأمسية الدينية المباركة التي نقلها لحضراتكم عبر أثير مكان من مسجد سيد القعقاع بن عمرو بمدينة ومركز المنزلة بمحافظة البخاخرية.